الدرع الإفراط، عملية درع الإفراط الذي بدأت قبل 35 يوم من قبل تركيا طبعا ستستمر حتى التهلكة، الخطر الذي يأتي إلى حدود تركيا من داعش ينتهي. هذا الهدف الأول طبعا، والهدف الثاني هو أن نجعل هذا المنطقة منطقة آمنة للسوريين، لإخواننا السوريين، نعيد هذا لسكانها. ليس الهدف تركيا أن تكون تركيا تحتل هذا الأراضي، تركيا ما لها أي أمل وأي هدف أن تحتل هذا الأراضي، بل أن تعيده لشعبها لسكانها الذي الآن الحمد لله بدأوا الناس الذي هاجروا ولجأوا إلى تركيا أن يعودوا إلى يرجعوا إلى بيوتهم، وتركيا ستساعدهم لأن يتمكنوا في بلادهم من جديد. وطبعا هذا الهدف يحتوي العملية إلى الباب وبل إلى الرقة. طبعا الرقة عملية رقة تحتاج إلى بعض المساهمة أو مساهمة الحلف مع الأخر، طبعا مع الحلف الدولي، والرقة والباب هي مهمة، لأن لولا الخطر الكبير يأتي من الباب، والباب لابد أن تحرر لشعبها، أن تحرر وتعاد لشعبها، وتركيا ستساهم في كل هذه العمليات حتى ينتهي هذا الخطر.